إذا توفرت لرائد الأعمال الفكرة الجيدة التي تلقى قبول السوق والتخطيط السليم لمشروعه، فهل هذا كاف للانطلاق نحو التنفيذ؟ في هذه الحلقة سنتابع أهمية توفر بيئة العمل الداعمة والمسافات التي يختصرها أصحاب المشاريع الواعدة إذا وجدوا من يحتضنهم، وهنا نقصد حاضنة الأعمال المتخصصة. نيكولاس أحد الشباب الطموح، مهندس برمجيات ترك ألمانيا قبل 3 سنوات وقصد دبي. عمل كموظف لسنتين قبل أن يقرر مع شريك له التفرغ للعمل الخاص في مجال اختبره جيدا وألم بتفاصيله. الخبرة التي اكتسبها من الخارج وشغفه بقطاع التكنولوجيا وإلمامه بالتكنولوجيا الحديثة التي ما زال تطبيقها غير ناضج بشكل كاف في عالمنا العربي، عوامل جعلته يخطو بثقة لتنفيذ مشروعه وهو لم يتجاوز 24 من عمره. خلال فترة وظيفته لاحظ مشكلة ضعف المحتوى العربي في المواقع الإلكترونية. هلا هي المشكلة بالإضافة لكثير مشاكل تانية العلاقة بالثقافة العربية والعلاقة بتجربة المستخدم العربي على الويب دفعتنا أنه نبلش شركة تكنولوجيا الباك بون تبعها أو الهدف الأساسي تبعها هو الوصول للمستخدم العربي. الوصول للمستخدم العربي عن طريق تسويق، عن طريق الاكسبيرينس، عن طريق التجربة اللي عم بيعيشها على الويب. نساعد الشركات اللي هي فيها عم يشتغلوا عرب أو هدفهم أنه يوصلوا للمستخدمين العرب بمجال التسويق على الإنترنت، بمجال ترجمة الويب سايت تبعهم أو ترجمة الويب سيرفيس تبعهم للغة العربية، ما بس ترجمة اللغة ولكن ترجمة الهول اكسبيرينس، التجربة كلها. طبعا نحن كعرب في عنا ثقافة مميزة، نحن في عنا كلمات مميزة، في عنا طريقة مميزة بالتعامل مع بعض ما غير المستخدم الغربي. هلأ نحن بعد ما عملنا شوية إحصاءات وشوية تجارب لاحظنا أن المستخدم العربي الطريقة اللي بيستعمل فيها النت تختلف عن المستخدم الغربي. هذا الشيء بيعني أنه نحن أثناء تعاملنا مع وقت عم نعمل Arabic interfaces، عم نعمل واجهات باللغة العربية للمستخدم العربي، في مجموعة standards أو مثل حقائق نحن وجدناها لازم ناخذها بعين الاعتبار، والا حنقدم تجربه ضعيفه للمستخدم العربي. بالنسبه لنيكولاس، دبي كانت الخيار الامثل للمضي بمشروعه لانها مدينه عصريه وحديثه وتتوفر فيها البنى التحتيه الضروريه لنجاح الاعمال. مجاله قطاع التكنولوجيا، لذا قصد واحد دبي للسيليكون وبالتحديد مركز ألايانس للأعمال. المركز اختصر عليه الوقت والجهد وسمح له بالتفرغ للنهوض بشركته الفتية أراتك، وتخصصها برمجة المواقع الإلكترونية لكافة الشركات مع تركيز خاص على من هم من جيله، ونقصد الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعيش تجربته وتمر بما مر به ولا يزال من مطبات، فهو الأدرى باحتياجاتها وتحدياتها بدءا من التكلفة المعقولة وصولا إلى التسويق الجيد. تتعدد المناطق الحرة في الإمارات والمراكز المتخصصة لدعم نشأة الشركات، لكن ما يميز المنطقة التي احتضنت نيكولاس هو التخصص الذي يحتاجه رائد الأعمال والبيئة التي تلبي متطلباته، فتختصر عليه جزءاً من التحديات لتبقى أمامه التحديات الخاصة بعمله والتي من مسؤوليته الشخصية مواجهتها. نحن طبعاً شركة صغيرة، نحن أسسنا ببدايتنا، نحن SME، عمرنا فقط 5 شهور. طبعاً حققنا نجاح كبير خلال 5 شهور، وإن شاء الله ناوين نوسع التيم تبعنا ونركز اكثر حتى على الستاف تبعنا يكون متحدثين لغه عربيه بشكل اساسي. السبب بهالشيء انه زبايننا عم يجوا لعنا عم بيعانوا بمشاكل تسويقيه، عم بيعانوا بمشاكل بالويب سايت تبعهم، عم بيعانوا حتى بمشاكل بالتكنولوجيا اللي نازله جديد يلي نحن ما تبنيناها كعرب، لها علاقه بالسيكيورتي، لها علاقه بالامن، بامن المعلومات، ولها علاقه بالبرفورمانس، لها علاقه بسرعه الوصول الى المعلومات. مجموعة الخدمات كلها مدعومة باللغة العربية وفريق يتحدث اللغة العربية بشكل كلغة أم، عم نقدم هذه الخدمات للشركات حصراً، ما حصراً يعني بشكل أساسي للشركات اللي عمرها 6 شهور أو أقل.
حتى نساعدهم يبلشوا بداية صحيحة بالسوق. هلأ التحديات اللي عم نواجهها هي أي تحديات بيمرق فيها أي شغل جديد، يلي هي أول شيء هلأ بعتقد أهم تحدي عم نواجهه أنه الشركات اللي بتجي لعندك بدها تواجه الشركة عندها خبرة، بدها تواجه الشركة صار لها زمان بالسوق، بدها تواجه الشركة عندها بورتفوليو ضخم، عندها شغل قديم تفرجيها يا. هلأ هي المشكلة الأساسية عم نواجهها، أنه نحن رغم أنه نحن عندنا خبرة كبيرة مع غير شركات وببلاد تانية، بس نحن ما بنقدر نفرجي هذا الشغل على أنه هو شغلنا. نحن لازم نرجع نبني بورتفوليو خاص فينا حتى نقدر نفرجي لزبايننا، حتى نقدر نغطي على هذا الشيء، حتى نقدر نتغلب على هذه الصعوبة. نحن بنحاول أنه نفرجي نقاط القوة اللي عندنا، يلي هي ما عندنا شيء تاني نفرجي عليه. مثلاً على سبيل المثال بنحاول أنه نعمل بحث علمي بشكل علمي عن زبايننا، نقدر نفرجيهم شو المشاكل اللي عم يوقعوا فيها وليش عم يوقعوا فيها، ونقدم حلول لهم. هذا الشيء طبعا عم نحاول نعمله طبعا بسبب المشكلة اللي عم نواجهها، يلي هي انه زبايننا بدها تشوف شيء نحن مشتغلينه قبل. فلشركة عمرها 6 شهور او 5 شهور يعني عندك مشروع او مشروعين ببروفايلك، هذه هي المشكلة الأساسية عم نواجهها. سنتحدث أكثر عن أهمية دور هذه الحاضنات واستراتيجية عملها مع شريف كامل الرئيس الإقليمي لمركز ألاينس للأعمال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد أن نتوقف مع أهم البيانات حول الشركة. لدى الشركة 650 فرعاً في 85 مدينة و45 دولة حول العالم. تأسست ألاينس في الإمارات عام 2007. لدى الشركة أكبر مركز للأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. إذن ينضم إلينا من دبي شريف كامل الرئيس الإقليمي لمراكز ألاينس للأعمال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. سيد شريف أهلا بك. بداية، كيف استفاد نيكولاس من خدمة ألاينس؟ في الحقيقة نيكولاس زيه زي مشاريع كتيرة جدا قعدت اشتغلنا معاها. نيكولاس وفرنا له كل الدعم اللي كان محتاجه، وما بقول دعم بقول كل اللي هو بيفكر فيه عشان يساعده في شغله. مجاله تكنولوجي، فإحنا وفرنا له كل شغل التكنولوجي، وفرنا له الانفراستراكشر بتاعت اللي ساعده في شغله، وفرنا له وقت، وفرنا له تكلفه، وفرنا له بيئه معمليه بحيث ان هو النهارده بيتعامل مع شركات كتيره حواليه ممكن تساعده ان هو مشروعه يكبر. والنهارده اكبر برهان ان هو بقى له 4 أشهر معانا، والحمد لله ان هو يعني اولموست واصل لمرحله كويسه جدا فوق اللي كان متوقعه. طيب سيد شريف، لماذا يقصدكم رواد الاعمال؟ ماذا تؤمنون لهم كشركه اكثر من اي مؤسسه اخرى داعمه لهذا النوع من المشاريع؟ احنا لما ابتدينا نتكلم في حته ان نشتغل الاس ام اي ما كانش الغرض منها ان احنا بروفيت 100% او ان احنا نشتغل احنا كان كل فكرنا ان احنا نعمل سبورت للشركات اللي محتاجه الدعم. انا النهارده بوفر وقت، بوفر تكلفه، بوفر فرنيتشرز، بوفر اي تي، بوفر كاستمر سيرفيس، بوفر هاوس كيبينج، كل الحاجات اللي بيحتاجها اي مشروع جديد في بدايته حتى بما فيها الموافقات الحكوميه وشغل الجفرمنت انا بديله الموضوع بلاج اند بلاي. بيجي ياخد المكتب بتاعه النهارده فروم دي 1 يو ستارت تو ورك. هيوفر وقت يروح هنا، هيوفر وقت يعمل كذا، ايفريثينج هي ويل تيك هير تيرنكي بروجكت اند ستارت. نحن بدورنا سنستمع معك من نيكولاس كيف استفاد من خدماتكم ثم نتابع. الشيء اللي عشناه انه فعلا الالاينس قدرت انه تشيل هم كبير عن كاهلنا حتى نقدر نحن نقدر نركز على زبايننا ونقدر نركز على شغلنا وما نحمل هم مثل ما حكيت السالر سيرتيفيكت او الامور القانونيه او البي ار او سيرفيس او حتى سكرتري او كوميونيكيشن. يعني حتى الشبكه اللي نحن اشتغلنا عليها ما عانينا معها اي مشاكل، والسعر اللي دفعناه كان كله انكلوسيف، يعني كان متضمن بي ار او سيرفيس، كان متضمن سكرتري، كان متضمن ولوج للانترنت، كان متضمن الشبكه البنيه التحتيه اللي عم نستعملها، حتى المكاتب والورق والاقلام عليهم كان متضمن بالسعر اللي دفعناه.
سيد شريف، إلى أي فئات تقدمون خدماتكم وعلى أي أساس تقبلون مشروعات معينة أو ترفضونها؟ إحنا عادة بنحب نعمل ريفيو للطلبات اللي بتجيلنا وبنتناقش فيها مع الكلاينت نفسه. ليه؟ لأن مع تجاربنا مع الكلاينت اللي موجودين عندنا قبل كده، في بعض الشركات جت ما لقتش نجاح معين، فاحنا بنحاول برضو نبقى بندي الكونسلتنسي او الاستشارات للشركات اللي جايه جديده، ولكن من اللي احنا بنشتغل مع كل الفئات طبعا عدا الفئات يعني اللي هي ما ينفعش انها تكون موجوده عندنا في المنطقه الحره. شركه الاينس تعمل على استقطاب شركات من الخارج، هل هذه الشركات هي شركات عربيه ام اجنبيه؟ وما هي مجمل قيمه استثمارات هذه الشركات؟ احنا 2012 كان عندنا 64 شركة أجنبية جبناهم حصيلة المشاريع بتاعت حصيلة الشركات بتاعت الاس ام اي. ال 64 شركة أجنبية كان بيمثل منهم 40% آسيا و 30% من أوروبا، 20% من أفريقيا و 10% من أمريكا. مجموع استثمارات حوالي 250 مليون دولار. طيب، انطلاقا من تجربتكم، ما الانطباع الذي تأخذه الشركات الأجنبية الصغيرة والمتوسطة التي تأتي إلى المنطقة، وما نوع المساعدة الذي تؤمنوه أنتم لها قبل مجيئها للإمارات؟ الانطباع اللي بتاخد من كل الشركات اللي احنا جبناهم، مش هقول في سلبيات كتير، في سلبيات بسيطة، ولكن احنا من معاملتهم المباشرة معانا اضطرينا ان احنا يعني احنا مثلا بنوفر كل المتطلبات لكل الانتربروز اللي جايين البلد. في ناس بتبقى محتاجه النهارده تعرف مور انفورميشن بنبعتها لهم، في ناس بتبقى محتاجه مور ديتيلز، في ناس بتحتاجه هتعمل ايه مع عائلتها، في ناس بتحتاج انا عندي ديبارتمنت كامله لشغل الكونسيرج اللي هو بتمثل في الوضع العلاج هنا في البلد عامل ازاي، المدارس هنا عامله ازاي، الاكوموديشن هنا عامله ازاي، لان انا كل دي اسئله احنا بنوفرها للكلاينت بتاعنا قبل ما يجي عشان نفهمه هو النهارده هيجي يعمل المشروع بتاعه، احنا هناخد بالنا من شغله، هو ياخد باله من نفسه. طيب سيد شريف، كيف تنظر لحجم تلك الشركات في الامارات؟ يعني وبرايك ما هي المشاكل او التحديات التي قد تواجه هذه الشركات بعد ان تاتي الى هنا؟ بدايه الامارات حسب اخر تقرير ظهر سنه 2012 فيها حوالي يفوق 260 الف شركه تجاريه وصناعيه في الامارات. احنا بنتكلم ان في حوالي 200 الف شركه كلها تحت الامبريلا بتاعت الاس ام اي. احنا لما بنقول الاس ام اي للاسف في ناس كتيره جدا فاهمه ان الاس ام اي دي شركات صغيره، وده لا طبعا هو مشكله خالص. الاس ام اي ده بيشكل حوالي 40% من القوة من الايد العامله الموجوده في البلد. يعني بالنسبه للسلبيات، انا بعتقد ان قطاع التمويل المصرفي اللي هو اكبر مشكله بتواجه الاس ام اي، وانا شايف ان هم بعض البنوك ابتدت مؤخرا تبتدي تعمل ديفيجنز معينه للاس ام اي عشان تساعدها في المشاريع بتاعتها، وان كان لسه قدامهم انا شايف ان هو في وقت يعني مش بطال. نعم، اذا من دبي الرئيس الاقليمي لمركز الاينس للاعمال في الشرق الاوسط وشمال افريقيا شريف كامل، شكرا لك على هذه المشاركه. قبل ان ننهي حلقه اليوم، نظره على ابرز عوامل نجاح رائد الاعمال بنظر نيكولاس حموي. الإلمام بأحدث تطورات مجال العمل واعتماد فريق عمل فتي وشاب. الشركاء الذين يساعدون بتقديم أحدث الخدمات في مجال العمل. الخبرة العميقة بأساليب تسويق إلكترونية جديدة ومبتكرة. أما بالنسبة للعوامل التي توفرت بشخصية نيكولاس والتي ساعدته على الانطلاق بمشروعه، فهي الشغف تجاه تحقيق حلمه، الاستفادة من خبرات وتجارب من سبقوه، الرغبة في خدمة المجتمع والارتقاء به. هذه كانت حلقة اليوم، ملتقانا يتجدد الخميس المقبل. إلى اللقاء. أرتك شركة بتساعدك أنك تبدأ بزنس بشكل صح، إن كان بالإمارات أو إن كان خارج الإمارات. تبدأ شركتك بشكل صح عن طريق بناء الكور الاساس تبع الماركتينج تبعك اللي هو الويب سايت تبعك، الاساس تبع الماركتينج تبعك على السوشيال ميديا، على فيسبوك، على تويتر، على لينكدين، على جوجل بلس. تقدر توصل خلال 6 شهور لاكبر عدد ممكن من المستخدمين، توصل رسالتك، توصل طبعا باللغة العربية والانجليزية، توصل خدماتك للمستخدمين، وتقدر تتجاوز المرحلة الصعبة كتير بالنسبة لأي شركة عم تبلش جديد اللي هي أول 6 شهور.
طبعا 80% من الشركات بالامارات بتطلع برات الشغل خلال اول 6 شهور من حياتها، ونحن هذه هي 6 شهور اللي بنمشي فيها خطوه بخطوه مع زبايننا عشان يتجاوزوها وياخذوا فوت ستيب ان ذا ماركت.